بعد الفطار والذي منه بعد الفطار يحلى الكلام ويرق فنه بعد الفطار بعد الفطار والذي منه بعد الفطار يحلى الكلام ويرق فنه بعد الفطار على رأي مامتي على رأي أختي على رأي خالتي على رأي ننتي على رأي انجعوا زنوا 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 وانشبعوا غنوا 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 وحذروا وفزروا حذروا وفكروا اصل المثل اصل المثل شيء حصل. عرفت ايه اللي حصل؟ ده حصل وحصل وحصل. المثل وصل لنا بالتمثيلية وقال لنا هيا اضربوا هذا المثل. ليه تضربيه؟ عمل لك ايه؟ ليه تضربيه؟ عمل لك ايه؟ انا قصدي يعني نقرب وفي غنوة حوالين المثل يعني على رأي المثل. تلاقيه وصل لما توصل من فات قديمه ايه والله ده عن جديده ايه والله من فات قديمه ايه والله ده عن جديده. عرفت ايه اللي حصل؟ ده حصل وحصل وحصل. تاني سنة يا شهرزاد تاني سنة واحنا هنا بنفس المعاد نحن هنا لأجل هذا ولهذا بما إننا بشبه أجازة مخصصة للفزورة ولحل أمثل مشهورة. واللي حصل ده حصل وحصل حصل وحصل واللي حصل واصل محصلش لسه حصل وحصل حصل وحصل واللي حصل وصل محصلش لسه حصل وحصل حصل وحصل واللي حصل وصل محصلش لسه حصل وحصل حصل وحصل واللي حصل وصل محصلش لسه.